وللحديث عن تجذر الفساد الحكومي في العراق بعد حادثة سرقة أموال الضرائب التي عرفت بسرقة القرن، ينضم إلينا عبر سكايب من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علا. وأهلا بك دكتور صباح معنا. يعني بداية، في الوقت الذي تتحدث فيه لجنة النزاهة عن المبلغ المسروق فيما تسمى سرقة القرن، تجاوزت 5 مليارات دولار بحسب المعلومات. في هذا الوقت السوداني أقر بعدم حصر حقيقي للأموال المنهوبة. السؤال هنا دكتور صباح، هل من تقديرات حقيقية لما نهب في العراق منذ الاحتلال وحتى الساعة؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. حقيقة الفساد بالعراق ليس تجذر بشكل أو بآخر، وإنما أصبح شبه مشرعا. يعني هذا جانب خطير جدا في مفاصل الدولة، نلاحظ بكل الأعمال سواء كانت معاملات فردية للمواطنين أو تعامل الشركات بكل أشكالها، سواء الشركات الداخلية أو الشركات الخارجية أو شركات الاستثمار المختلفة. ولذلك نلاحظ أن عمليات تشكيل اللجان المستمر في عمليات التحقيق لأشكال الفساد الموجودة لم تأتي أكلها منذ تشكيل هيئة النزاهة وغيرها من اللجان الرقابية والتحقيقية، بسبب أن القضاء ما زال غير مستقلا ولا يمتلك الإمكانية في اتخاذ قرارات ودعم لعملية محاربة الفساد، حيث أن كثيرا من عمليات السرقة التي تمت تم عمليات تشكيل وتحقيق وعملية وجود لجان مختلفة ومن مناصب عالية في مؤسسات الدولة، ولكن دون أن تظهر نتائج حقيقية لذلك. أما المبالغ المقدرة في مسألة سرقة القرن أو ما سرق من 2003 ولغاية 2016 تقريبا يقدر بحدود حوالي 350 مليار دولار، وهذا ما أكده المرحوم أحمد الشلبي عندما كان عضوا في هيئة النزاهة البرلمانية بتقرير قدمه لأجل اتخاذ الإجراءات الحقيقية، ولكن لم يحصل ذلك لجملة من الأسباب، وبعد وفاته تم نسيان أي شكل من أشكال الملفات الخاصة بالفساد. قدر أحمد الشلبي في لقاء تلفزيوني على شكل فيديو قدرها بحدود حوالي 350 مليار دولار. أما ما يتحدثون عن صفقة القرن والتأكيد إعلاميا بأنها صفقة القرن ومحاسبة المال، هو عملية تغطية لما سبقها من عمليات سرقة وفساد. دكتور صباح، بحسب ميدل إيست آي فإن عملية سرقة أموال الضرائب أو ما اصطلح على تسميتها سرقة القرن، المعلومات تقول إنه أو إنها تمت بعملية يعني في غاية التعقيد. السؤال هنا، هل يمكن برأيك أن تكون هذه السرقة مرت إلا بتوافق من قيادات مالية وسياسية كبيرة؟ حقيقة بدايات عمليات الفساد بعد 2003 لاحظ كانت قد تكون أساليب بدائية في عمليات سرقة المال العام، ولكن حاليا بعد مرور 19 سنة اكتسبت كثيرا من المافيات الداخلية وبالتنسيق مع مافيات خارجية لعمليات الفساد المختلفة، ومنها الشركات الوهمية، عمليات أساليب التعاقد، كثيرا من الأساليب الحديثة التي أصبحت سهلة المنال لعمليات السرقة وبمبالغ كبيرة جدا. أما سرقة التأمينات هذه حقيقة ومبالغ الضرائب المختلفة والجمارك تمت بتعاون كثيرا من مؤسسات الدولة وموظفيها وبدعم من قوى سياسية متسلطة في إدارة الدولة، لا شك في ذلك.
طيب من يتمكن من سرقة 5 مليار دولار بهذه الطريقة وعمليات الدفع المعلنة للصكوك التي تم عملية سحبها من المصارف العراقية. طيب لو وقفنا دكتور صباح عند قطاعات الدولة وتأثير الفساد عليها، يعني كيف أثر الفساد في القطاع الأهم في الدولة ألا وهو قطاع النفط؟ كيف تأثر هذا القطاع وبالتالي تأثرت ميزانيات العراق خلال السنوات الماضية؟ تفضل. يجب أن نعلم أن العراق أصبح بلدا ريعيا بنسبة أكثر من 98%. سابقا كنا نقول 80% 90، حاليا أصبح 98% بلدا ريعيا. من خلال المراجعة للإيرادات بكل أشكالها في الإجمالي المحلي العراقي، نلاحظ أن النفط يشكل أكثر من 95% من الإيرادات، فهذا يعطي إمكانية في عدم استثمار هذه الأموال وسرقتها أو هدرها، فيؤثر بشكل أو بآخر على عملية تطوير هذه الصناعة. والدليل على أن آخر اجتماع لأوبك تم تخصيص 150 ألف برميل زيادة لحصة العراق أثناء ارتفاع أسعار النفط التي وصلت إلى 105 إلى 115، لم يتمكن العراق من تنفيذ ذلك، وبقت عملية التصدير تتراوح ما بين 3.2 إلى 3.3 مليون برميل يوميا. السبب الجوهري والأساسي ليس عملية الإنتاج، وإنما عملية التصدير في المنافذ الحدودية العراقية سواء المائية أو البرية ضعيفة جدا، ولم بسبب عدم وجود أي تطوير إلها، ولذلك لم يتمكن العراق من زيادة حصته في مسألة التصدير، وهذا في اعتقادي سيستمر حتى السنوات القادمة، ولم تعمل الحكومة على تطوير الصناعة النفطية انعكاسا لعمليات عدم استثمار الأموال بل العمل على هدرها وسرقتها. من عمان الخبير الاقتصادي دكتور صباح علو، شكرا جزيلا لك.